رحمة الله تعالى قسنطينة جارية في ميزان حسناتهما. سليمان الصعيد رمزية للحفاظ على أوطاننا. شكرا لكل من دعم. تضمحل أمام الذكاء الصناعي الذي يريد أن إنها أخلاق حسنة وخدمة جامع الجزائر والمرجعية الدينية عن قسنطينة التي تسر أن تكون في المستقبل. كلتا المكتبتين هي لعالم جليل عامل. الأولى هي للشيخ سليمان رحمه الله، الشيخ سليمان الصيد، وهذه التي تحتوي على المخطوطات، فيها على وجه التحديد من المخطوطات 370 مؤلفا مخطوطا، وهي تكتسي هذه الأهمية من حيث عدد الكتب التي وقفها أبناؤه على مكتبة الجامع، وعددها 13,000 كتاب. فأهميتها من حيث عدد الكتب، وأهميتها من حيث أنها تحتوي على هذه المخطوطات، وهذا من الجهد المتواصل الذي يقوم به جامع الجزائر حرصا على حفظ هذا التراث وعلى جمع هذه المخطوطات حيثما كانت. وكان هذا من توجيه السيد رئيس الجمهورية يوم افتتاح الجامع. والمكتبة الثانية هي للأستاذ حسان رحمه الله الذي كان أستاذا في جامعة الأمير عبد القادر الميهوبي، و عددها في حدود 1,000 كتاب مطبوع. ارتأينا نحن أسرة الدكتور حسن موهوبي أن نخرج هذه المكتبة وقفا لوجه الله، وحتى تكون صدقة جارية على روحه، والحمد لله ربي وفقنا ويسرنا أمورنا. بالنسبة لنا احنا بلغنا الأمانة، إن شاء الله توصل يا ربي وتكون صادقة جارية على روحه الطاهرة، ويستفادوا منه يستفادوا جميع الباحثين الباحثات الأكاديميين كانوا أو غير الأكاديميات. المهم صادقة جارية كما أوصى رحمه الله.